كيطلب الفار، الحكم كيطلب الفار. اشوف وشك، اشوف وشك، ركلة جزاء. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء للاتحاد. كان اللي يقول لهم هدوا هدوا في مباراة ما تعرف الهدوء، في مباراة ما تعرف الهدوء. زانيتي يتسبب بركلة جزاء ورا مارينيو، هداف البطولة، هداف البطولة. الحكم المصري اعطى بينالتي غريشا. اهني التلامس حدث، واعتقد القرار سليم رغم ان الكرة كانت رايحة باتجاه ورا مارينيو، رايحة باتجاه فيها. علاش ما يحتاج؟ ضرب الكرة صاحبي احتف. يلا خويا الزنيتي، من الحراس المميزين، ورومارينيو هداف البطولة.